غيسان، فقرتنا التالية جدا مهمة بتخص كثير من السيدات، وخلينا نقول بما انه عم نحكي عن الشهر الوردي وبعدنا بالشهر الوردي عم نحكي عن التوعية بسرطان الثدي، اللي عم تستمر حملات التوعية عن هذا المرض يلي بيشكل هاجس وخوف عند الكثير من النساء، ولكن مع الكشف المبكر عم تتبدد هي المخاوف، واكيد رح نحكي اكثر عن طرق العلاج والوقاية. يعني افكار كثيرة دائما بنحملها عن مرض السرطان وخصيصا سرطان الثدي، يعني العديد من النساء ما بحب يعملوا كشف، دائما تفكيرهم بيحاولوا ابعاده. اليوم رح نحكي عن التوعية بوجود هذا المرض وآلية الوقاية النفسية والعلاج النفسي منه مع خبيرة الوعي الأنثوي مريم العيسى. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك مريم. اهلا وسهلا فيك حبيبتي. صباح الخير واهلا وسهلا. صباح النور حبيبتي، اهلا وسهلا. يعني اليوم عم نحكي نحن عن الشهر الوردي وقد ايه مهم فعلا نحن يكون عندنا هي القوة والإرادة لحتى بالبداية نعمل كشف ونطمن على حالنا باختلاف الأعمار. خلينا بداية نعرف شو هي الوقاية النفسية من سرطان الثدي. خلينا نرجع شوي خطوة لورا قبل الكشف، يعني قبل الجرأة على أنه أنا أعمل كشف. في أشياء اللي أنا حابة وصلها أنه هي نحن ما نوصل لي أصلا لموضوع الكشف مبدئيا. القصة مو فكرة، القصة شعور. تمام. يعني كيف كلياتنا بنعرف احيانا بتصير معنا حاله انه بيصير اي صدمه او خوف بتقولي وقع قلبي، بتشعري فيه بجسدك، بتحسي انه بتقولي وقع قلبي. يعني انا كثير تعبت لمرحله انه انا او انصدمت حسيت بقلبي وقع فعلا، هو شعور انت بتحسيه بتشعري فيه. فمعناها قديش عم بياثر الشعور اللي انا عم حسه على جسدي، هي مبدئيا. فنحن ليش عم اقول لك انا ابعد او اقرب من انه الوقايه الفكريه، يعني خليني انا قبل لما عملت بحث وعم بقرا بهي المواضيع اللي بتعرفي انه انت هي اخيرا بيصير، هو بعدين بعد تراكم قصص معينه بيصير موضوع الكانسر مثلا او السرطان. شو اللي عم بيخليه ينشا؟ شو اللي عم بيخليه يصير فكريا او شعوريا؟ اللي عم بيخليه يصير هلا اجمعت اغلب الدراسات اللي شفتها انه على موضوع شعور معين انت بتشعري تجاه المرض نفسه او تجاه اشياء اخرى مثل الخوف او يعني الانفعالات اللي بيمر فيها الانسان على مدى طويل، خليني اقول يعني فتره زمنيه بيمر فيها بانفعالات معينه مثل كبت، غضب، حقد، كره، حزن، هي الصدمات، ولفتره طويله من عمره بيضل عايشة، فبيضل شعوره فيه خوف، وأكثر واحدة منهم هي الخوف. الخوف من شو؟ من أي شيء، بس الخوف اللي هو بأقصى درجاته. يعني أنا عندي خوف، وأحياناً بيكون الخوف ما له علاقة نهائياً بارتباطه بأنه أنا خفت من قصة معينة أم صار معي، لا يعني مو من حدث معين، هذا الخوف صار خوف حياة يعني يومية ملازمة. أنا قريت قصة لست كان معها كانسر وصار عندها شفاء، بتحكي قصة حياتها بهذا الكتاب. فاللي بده توصله هي كانت خايفة دائماً من فقدان الأب والأم عندها. فأنا بس بدي وصل فكرة الخوف من شو؟ من أي شيء، مو من شيء محدد بحد ذاته. يعني فكانت خايفة دائما، وكمان كانت تخاف من انه يكون انفصال ابوها وامها مثلا بسببها. كانت تخاف تضل كابتة، فتخاف من انه انا ابي يزعل او يروح او يتركنا بسببي. فكان في خوف 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 وتراكم. حتى لما تزوجت كان عندها دائما في خوف من الفقدان. فصار معها الكانسر، بعدين قصتها انه هي طابت منه. فمبدئيا بدنا نعرف بس اهم شيء انه احنا قبل ما نروح للكشف اصلا يكون عندنا هذا الوعي انه انا بدي اروح اعمل كشف بشكل دوري معي او ما معي. لازم اعرف الاسباب الاوليه له، الاسباب النفسيه، ومن الصغر بتكون انه انا بدايه عندي خوف. طب انا شو اللي بدي اتصرفه لما بكون انا بكتشف اليوم انه انا مثلا عندي بنتي عم بتخاف كثير او بسبب او لسبب؟ بلش وعيه لمصادر انه ليش ناقش الخوف اللي انا خايفه منه، ليش انا خايفه، شو الشيء اللي بخليني خاف، شو اوضح له ونور لانه لا هذا السبب ممكن. يعني في اشخاص في تفاوت بينهم بالخوف من شيء معين، انا بخاف كثير انت بتخافي اقل. انا فبطلع مع البنت او الست يعني اللي عندها هي الخوف، بطلع فيه بمصدر الخوف بخليها تواجهه انه شو انت من شو خايفه؟ خايفه من كذا، خلينا نشوف هالكذا نواجهه، لانه دائما الخوف ما بيروح الا حتى نحن نواجهه. فمبدئيا بدنا نضوي على فكره انه نحن شعورنا مشاعرنا ندير بالنا عليها من قبل بكثير من موضوع، لانه دائما الاذى النفسي هو اللي بسبب الاسى بالضبط. الجسدي مو بس بالسرطان، يمكن بكثير من الامراض، امراض القلب، امراض الشرايين،
مدمنين أمراض الدماغ هي كلياتها أسباب نفسية وبتكون على صغر. اليوم بدنا نحكي شوي بما أن حضرتك خبيرة وعي أنثوي على العلاقة بين الحس الأنثوي عند المرأة بسرطان الثدي. قديش هي المرأة لازم تكون متصالحة مع جسدها بداية وتعرف أنه هذا شيء أساسي من بحياتها وهي لازم تدير بال عليه؟ هلأ شوفي، التصالح مع الذات مو بس بهي القصة بالذات، التصالح مع الذات معروف أنه أنا لازم على كل مستويات حياتي، يعني بس منخصص حالة الخجل اللي بتصير للأنثى قصدي بجسدها. عند الأنثى مجرد عدم التقبل أصلاً للذات، عدم التقبل للجسد بيسبب لها عدم قبول خارجي، يعني من برا بيصير أنا ماني قبلاني حالي، فمن برا ما بلاقي قبول أوريدي، فبتزداد الحالة، بتصير عنا بزيادة. تمام، نحن هون شو بنعمل؟ بنعمل عنده وعي بانه بتقبل الذات. تقبل الذات ما بيصير بكلمه انه انت قبلي حالك، انه انت لا، بنبلش فيها بمراحل. انه نحن اول شيء عندنا ليصير عندي تقدير وتقبل ذات، بنبلش بحب الذات اول شيء مبدئيا. انا احب نفسي كثير، مشاكل بصير عندي موضوع استشارات، كثير مشاكل لما بتصير بتحكي معي الست، بتحكي جذر المشكله بيكون بانه هي ما عندها حب لنفسها. يعني هي حاكية ما بيحبوني البيت حماية، ما بيحبوني رفقاتي، ما بيحبوني، دائما بكتشف انه انا بتنتهي القصة معي او بيصير الخلاف معي بسبب انه هن ما بيحبوني. طب ليش ما بيحبوني؟ ليش كذا؟ بناخذ وبنعطي بالموضوع، بتكتشف بانه اول نقطة عندها هي ما انا حابة حالها. انا بتبلش بتقول لي طب انا كيف بدي احب حالي؟ لما ببلش انا اخذ واعطي معها بتكتشف انه ايه مزبوط، بس انا كيف بدي احب حالي؟ انا رح اختصر كثير الموضوع بقصة بسيطة. دائما الست عندها حس الأمومة حتى لو كانت مانا متزوجة، عندها هذا الشعور. فحس الأمومة هون بيساعدها على أنه أنت لا تحبي نفسك، اعتبري عندك طفلة وهي أنت، يعني تمام، هي الطفلة أنت كيف بتقبليها وكيف بتسامحيها وكيف تديري بالك عليها وكيف إذا وقعت بتساعديها وكيف إذا غلطت بتتجاوزي عنها، وكل هاي الأمور اعتبري أنت طفلة صغيرة وعم تديري بقى حبك لهي الطفلة الصغيرة هو نفسه حبك لنفسك. بس أنا فكرتي كانت ريم، مو هي هي فكرتي، كانت عم بحكي أنه الإمرأة بما أننا بنحكي عن سرطان الثدي دائما بتكون عندها خجل من موضوع أنه هي تروح تكشف عن موضوع الثدي. هذا قصدي تروح، هذا هي فكرتي كانت. تمام. فكيف الإمرأة فيها تتقبل لنفسها يعني تكون هي متصالحه مع وجود هي وجود جسدها بحياتها؟ هي كانت الفكره اللي انه وجود جسدها، انه انت قصدك انه هي انا خجلانه روح اكشف، بس لمجرد انه انا بدي اكشف عن صدري قدام حدا مصور، هي الفكره تماما يعني. هي تمام. لا هي شوفي، هلا هي طبعا بتتفاوت، هي التقبل قصدي انه هي امراه وهذا الشيء جزء من جسدها ولازم يمكن تدير بال عليه. بدي اقيس انا هون، بدي ارفع عندها وعي انه انا بدي قديش في مخاطر من انه انا ما اتجرأ هي الجرأة وما يكون عندي هذا الجرأة، قديش في بده يكون في مخاطر عندك. يعني انا مجرد اني انا ما اروح وما اقبل اني انا اصور او ما اقبل اني انا اكشف، ممكن بعد فتره اكتشف انه معي، بدك تفرجيها وترفعي عندها نسبه قديش في مخاطر من عدم هي الجرأة. بس يعني بس هي باختصار. وما في ست لما بتجي انت بتقولي لها انه انت قديش ممكن يكون عندك بعدين نتائج سلبيه، راح يكون عندها هذا يردعها هذا الموضوع. ممكن حتى ميسان الخجل بموضوع انه هي تخسر احد الاعضاء الانثويه، يمكن انه هذا كمان شيء بياثر. انه بس الوعي على النتائج السلبيه، قديش ممكن انت تخسري اشياء اذا انا ما اذا انت ما وعيتي انه لا انا بدي اروح وبدي اعمل شو ما كانت. انا الخجل هون شوفي بتتجاوز الست لما بتناقشي بهذا الموضوع، مثل ما تفضلت الاستاذه انه انا ممكن اخسر عضو من اعضائي او ممكن كذا، فهذا الموضوع مباشره الست الخجل هون بتكسره فورا. اذا بدنا نحكي اليوم عن مواجهه كل المخاوف، قد ايه مهم اليوم انه كل سيده يكون عندها كم كبير من الثقه بالنفس والشجاعه لانه تواجه كل هي المخاوف اذا كانت حقيقيه فعلا او انه كانت مجرد شكوك؟ شوفي شو شعور الانسان؟ هلا نحن دائما بنقول لما بيجيبوا سيره الكانسر مثلا او السرطان، هذاك المرض ما بيجيبوا، مو بس السيدات حتى الرجال، بس نحن بما اننا عم نحكي عن سيدات، الخوف من مجرد ذكره لا انا بتقبل، يعني انا كيف شوفي تفاعل مع امر ما او مع فكره ما، يعني انا عدم التفاعل يعني انا بعطيها شعور، عدم التفاعل انا ما بعطيه شعور ابدا عادي. ومرض موجود ممكن أنا أسمع عنه أو شوف هاي الحالة أو ممكن يصير معي أو مع أي حدا تاني، تمام، هو مرض، بس فكرة القبول، لأنه في ناس ما بدها تسمع، أنا ما بدي أسمع اسمه، أنا ما بدي ينذكر قدامي، هدول بالذات
نسبه النسبه اللي ممكن يصير معهم اكثر من الاشخاص اللي عادي بيسمعوا هو مرض بيصير مثل اي مرض بس ثاني. يعني حقهم هي المخاوف، يعني نسبه وفيات كثير كبيره. تمام. ونسبه العلاج بانواع معينه. هلا حكينا بالضبط، هلا حكينا انه من الاساس انا شو اللي بيخوفني، الستات اللي التقيت فيهم وكان معهم هذا المرض بالاساس، وحده انا بتذكر تماما حديثي معها قالت لي انا من وانا صغيره بفكر وبخاف يصير معي، بفكر وبخاف يصير معي فصار معها. عرفتي انت بتستدعي هي الامور من تفاعلك الشديد معها، هو تفاوت بين الاشخاص، انا كيف بفكر وانت كيف بتفكري وكيف بنشعر تجاه هذا الامر. يعني انا بحس انه بينحكى عنه بس ما بيخصني، ما لي علاقه. تمام. مو مثل لما انا اذا حدا حكى هاي الكلمه انا دغري بلتفت له او دغري بفكر فيه او بخاف منه او بنام بفكر فيه وبفكر فيه. هذا الموضوع انت عم تستدعيه لعندك، عم تقولي له تعال. مثل طاقة الجذب يلي بالضبط هي موجودة بحياتنا. بالضبط، ليش انت عم تفكري فيه وتركزي بالضبط، فانت بتجي بتستدعيه لعندك، انت عم تجيبيه. لهيك انا لازم يكون عندي وعي انه انا بقرا عنه. بتعرفي كيف بواجهه؟ بجيب انا بقرا عنه، بشوف الحالات اللي صار معها، بشوف كيف طابوا، بشوف كيف اشتغلوا وكيف تعاملوا وكيف كانت نفسياتهم، كيف كانت نفسيات الناس اللي حواليهم. بقرا القصه مره ومرتين وثلاثه، وبفتح افلام بتحكي عنه، بفتح افلام وثائقيه بشوفه. لانه الخوف ليكي من اي شيء اذا ما واجهتيه، مثل فيلم الرعب. فيلم الرعب لما بيكون الشخص اللي عم يعمل اي قصه او جريمه او كذا مخبى، انت بتضلي خايفه وبلحظه هيك بتنقزي متى ما شفتي وش لوش خلاص، حتى لو تكرر المشهد. فانت بدك تواجهي. انا واجهه، يعني انا واجهه كيف؟ بقرا عنه، بفتح حديث بناقش فيه، بسمع الاطباء شو عم يحكوا عنه. في ناس عم قلك ما منا مستعده تقول اسمه. طيب. لهيك هذا هدول اكثر خوف واكثر عرضه للاصابه فيه. طيب في حال انه اي امراه راحت وعملت كشف وعرفت انه هي عندها هذا الموضوع، هون يمكن بنفوت بمرحله جديده غير مرحله العلاج اللي بيتبعها اي مريض بكل اصنافه وانواعه. في عندنا هون العلاج النفسي او المرحله النفسيه، بيكون دور للمحيط قبل للشخص بنفسه انه هو يدير باله على حاله نفسيا. يعني كيف لازم التعامل مع هالموضوع بيصير؟ هلا هي مراحل القصه. اول قصه في ناس بيكون عندها صدمه الفكره فما بتقبلها، بتقول لك لا انا ما معي، وهدول اصعب شوي التعامل معهم. انه انت كيف بدك تقنعيه انه لا معك اذا هو مو قبلان؟ فنحن بنقول له يعني كلمتين، انه اذا مو انت عم تقولي المحيط، اول شيء هو بده يعرف او هي بدها تعرف انه انت الشفاء بايدك. الشفاء الناس والنسب اللي الناس اللي تشافت منه كان بايدها هي. اكيد المحيط له دور وكبير، بس انا دوري اكثر بكثير منهم. اول شيء بدي اعرف هذا الموضوع. بدنا نتجاوز مرحله انه هي تقبل. في ناس بتقلك ما بتقبل، بتتعامل مع الواقع انه لا انا ما معي. هي بتروح لنا فتره كثير مهمه وكثير اساسيه بانه انا بدي بلش اشتغل نفسيا على هذا الموضوع. فاول شيء انا بقبل موضوع التقبل لوجود هذا المرض عندي. انكاره بيزيد مثل ما حكيت بالسوء. فتقبل المرض مبدئيا، وكيف التعامل معه مثل ما قلت لك. بحاول طبعا الناس المحيطه كثير لها دور، بتبلش يعني نحكي عنه عادي ولا كانه انا عم بحكي عن شيء موضوع. بشوف كان مراحل العلاج مثلا النفسي مثل ما حكيت. اول شيء التقبل، ما بفوت بحاله حداد وما بفوت بحاله خليني اقول انه انكار ولا دغري. انا بروح كل ما كنت اقرب لمرحله التقبل كل ما كان التشافي عندي اسرع، كل ما كان الكشف المبكر اسرع. وهي معروفه نسبه كثير اكثر من، يمكن انا قريت 88% عم بيصير في شفاء تام لما بتكون الكشف مبكر جدا. فنحن موضوع التوعيه للكشف وموضوع انه نحن والله انا خجلانه روح اكشف، قديش في انت هي النسبه، قديش في نسبه لما انا بروح بكتشف هذا الموضوع وببلش بعلاجه بشكل سريع. فانا مثل ما قلت لك أول مرحلة وأهم مرحلة أساسية عندي موضوع تقبل وجود المرض والتعامل معه بشكل مثل الرشح. تمام؟ اليوم كثير من السيدات يمكن كانوا بهي التجربة الصعبة، البعض منهم كان يمكن على قوي كثير قدر يواجه وقدر انه يفوت بمرحلة الشفاء ويرجع لحياته الطبيعية بكافة مناحية، البعض الآخر يمكن كان أضعف. قد ايه مهم اليوم نستفيد من هي التجارب ونعم ما تكون نماذج حية موجودة قدامنا؟ طبعا مثل ما حكيت من شوي انه انا كيف بدي واجه موضوع الخوف، هدول السيدات انا قابلت منهم كذا حدا وفي ثلاثة تقريبا هن صديقات مقربات بالنسبة إلي، بتقلي نفس كلامي اللي أنا عم بحكي لك إياه. بتقلي أنا ما شعرت إنه معي، مو ما شعرت، نكرت وجوده. قالت إنه أنا حاسة بجسدي في صحة، حاسة إنه أنا ما عم بقدر حس، وهون في فرق، مو ما عم بقبل وجود المرض، أنا ما عم حس إنه معي.
أصلاً. هذا الموضوع لحاله، هي الجملة لحالها ساعدتها أنه هي تصير عندها شفاء كامل. فهون التفاعل مع وجود المرض أو عدم وجوده كتير مهم. يعني أنا عم خاف، عم يوقع قلبي، عم فكر بالموت، عم فكر شو حمصير معي، ولا عم فكر بهي المرحلة اللي أنا فيها أنه أنا بدي طيب ولا لا. القوة عندك هون بيعيش المرحلة مو بتجاوزها. يعني أنا بتجاوزها بحالة واحدة، بأن أنا عم شوف حالي كيف أنا عايشة وطبط وأموري تمام. أما أنا أتجاوزها لفكر بالموت ومين بده يدير باله على أولادي ومين ومين، هون أنت مثل ما حكينا حالة استدعاء. فنكون واعيين أنه نحن نعيش المرحلة مثل ما هي ونعطيها حقها. يعني أنا حيط نفسي، وهي كتير مهمة كتير مهمة، حيط نفسي بالناس اللي بتساعدني وبترفعني ما بتنزلني، بتساعدني وبتخليني اضحك ما بتبكيني. وفي حاله انا قريت عنها سيده صار كان معها اكتشفت هذا الموضوع، قالت انه انا تقبلت الوضع، يعني انا شو ممكن بعد ما بكيت واو الى اخره. فقالت انا حطيت افلام بالضحك لمده 14 يوم ليل نهار، قاعده عم تحطت زوجها وقعدت عم يحطوا افلام وطابت طلعت تماما من الحاله هديك. ونحن عندنا الشعور كل ما كان متدني كل ما بيجيب شبيهه يعني. صحيح. فلازم ارفع الشعور. يعني حكيتي أو بالبداية أول شيء حكيتي عن الخوف وحكيتي عن المشاعر النفسية اللي هي فعلا بتدمر الإنسان طبعا. ولأنه الخوف أو أي مشاعر حزن هي بتأدي بالنهاية إلى موضوع الاكتئاب يلي اكتشفوا حديثا بأنه هو مسؤول عن 3/4 الأمراض الموجودة واللي نحن عم نعيشها بفترتنا الحالية. فهون الوقاية النفسية هي خير طبعا. من قنطرة. غير هيك بدي أقول لك شغلة كمان، في نمط من الشخصيات، النمط من الشخصيات اللي هدول كمان بيكونوا أكثر عرضة خليني لك لهذا المرض، هن الشخصيات اللي عندها كبت، اللي عنده شعور معين بس ما عم تقدر تعبر عنه ولفترات طويلة من الزمن. هدول الأشخاص اللي عندهم كبت كتير كتير ضروري إنه نحنا نساعدهم بشو، بالتفريغ، بيقولوا له تفريغ الانفعالي. بالذات أنا كبت، أنا عندي كبت سنين طويلة، كبت ما في عندي، سواء الأسباب من برا أو هو الشخص نفسه شخص ما بيعرف يعبر وما بيقدر يعبر. أنا عندي شعور سواء بالحب أو بالكره بس ما عم بقدر أعبر عنه، ما عم بعرف أعبر عنه. هدول بيقول لك هدول الأشخاص أكثر عرضة لهذا المرض. فأول كانت مراحل، بتذكر أول كانت مراحل العلاج كان في شيء اسمه تفريغ انفعالي، انه نحن نبلش نفرغ. اكتبي من 10 سنين من 15 سنه انا صار معي كذا وكذا وكذا. في اشخاص بتضل عدم القبول عندها انه تحكي، فبنروح معها للكتابه انه تكتبي انت، هذا اسمه تفريغ انفعالي للاشياء كلها. صار معي موقف ما حكيت عنه، بلعته، نحن بنقول خلص بلعته للقصه. غلط، انه انا شو بلعته، وين راحت؟ طيب شعور موجود، بدليل انه نحن لما بيجي بعد فتره شعور بيشبهه او موقف بيشبه الشعور اللي عشناه بيصير انفعالنا اعلى. ليش؟ لانه هو تراكم شعور قديم، شعور قديم موجود نحن مفكره راح، هو ما بيروح، طالما موجود موجود. اجى شعور ثاني او موقف ثاني بيذكرنا وبيلمس نفس الزرعه عنا، فشو بنعمل؟ بيستدعي هذاك الشعور القديم، فبتطلع الفكره او بتطلع رده الفعل اعلى بكثير. لهيك ندير بالنا على المشاعر. أكيد. اهم شيء يعني دايون مثل ما قلتي ندير بالنا على مشاعرنا وعلى حياتنا وعلى حياتنا النفسية والجسدية. نشكرك كثير من المعلومات اللي أعطتينا إياها لليوم. حبيبتي شكرا كثير. شكرا لك، وأكيد نتمنى يكون كل النساء بصحة وسلامة وبعيدين عن هذا المرض. إن شاء الله.